عليكم. أزول تحب غزيون قيج نحل قذ جديدة كذين الشيماء أسقسي نغنهارة أذيري بدر خيني عذون من زي أذيري ذا سيخذار جرتنين نحويج ونهارة نسيخذا يوذن جامعي عيشنا كي بابتسن ونيني التواجة ناكي مسن ونيني ذي بوبريتن وباش تسنم منن قمت كين غرينكا كم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جديد مليح؟ ذا وكار. الحمد لله. إيش مليح؟ الحمد لله. بدش كي تقصن نهار نشيش كريس. مرحبا شي متن. وتجيبو ذا سقسي ولكن ذا سيخ ذا ما تعيش تجارة كباباش نغض بوبريا كيما. بلانو يا ذا سبحان شد بلانو كيما. هذا حد عيش غير كبابا. مش يعني مو غاسيما. غاتقم تغبابا اترغ واحد غاتتصغى كيما. دقا غاجر انا هو. إما ذا بس نجوز جيفين ونضحشوها يجوز زي سنواز ما تعقا ومشا مارث شتابي يوقع سم بالسيف قال نغم الخطو نغم الخطة ذا حذي يعني تتقم ترسي يعني تتلتعق خذي يعني خطة نفديز أوندوز أتش ما إنه ما مين يخل حسب الحالة النخفة ماذا حسب الحالة يمدين قوان عارة فهم مالاش نتمنى إن شاء الله غير التمنيات غير التصمة سائل نحوايج ولكن مش كيف نهار أتش ما يقص حارة ينهار هذه شو مرس سيخذ عنشك ما تعيش بوبري يكي ماش نيخذ تجارك الوالد لا شو بوبري يقل الوالدين ينونش واه يكي ماش يكي ماش واه يعني تم زوارو تعاد هذا نش على عاد عاد باباش اي حاجه واه هذا عايش بوبري يكي ماش مش تنسى ايوا يما تحني انت تشي وين بابا تمنى اي والله يما شحال زي بابا بابا ما دي عاود المراش بودا جبد دمي يسمح ولكن يما ما جمعش مساعد يعني تعيش ذي حاله مازمه ياكل والدنش ولا تعيش تجارك من زيمات سود غي امانه الغروم الله يجعل بارك يقول الوالدين هم انت تبدا تمزح والله يا ودي دابا جبيهم صعيب تفرق بيناتهم ولا كانوا هما ديجا يعني عندك الاختيار ما بتعيش ما بين مع هذا ولا مع هذا دابا جبدوا لي الصداع في السؤال غير عادلين افتريد مثلا وي كتبقى الام شي حاجه كبيرة بالنسبة لك ولكن ما تقدرش تفرق بيناتهم واخا نقدر نختار ولكن هذاك الاختيار غيكون غير بالنسبة ليك انت وصافي نقدر نختار الام ديالي تعيش يعني ما بحالكش مع الام ديالك وبخير عليك ياك عادي علاش؟ ايوا كتشوف الحنان الام شوية كتحس بك ماشي بحال الاب هذاك الشيء اللي هذا عيش غير كيما ياك بوبري كيماش بوبري كيما واخا باباش غاس 8 واخا غاس 8 مش تنسى؟ ايوا من ناحية بودا مالوز غادي نقرسوا لنا امك ثم امك ثم امك ثم ابوك فهمت؟ ايوا من ناحية مثل ما في بعد الثمانية انه الثمانية وغنى نطبخ كل شيء توالد يعني مام هي كل شيء اول حاجة فهمت؟ يعني الام ربدا انت تتيري ربدا انت مزوانت هذا عايش من طبيعة الحال يهمة الفور مش نمسى؟ ايوا الحال انا الام كتوارث تتعود ردك ما تعوض جن شن يجي باش مين تجن زعما الام ربدا تقرب تصغى غفاوان سقطازي الاب ايوا الام كتوارث وخذ هذه الاحاديث الام تمزوارو ترتمارث عاد ابوك اش تحفظ الاب امين اش مجدوش كيش كون نسخ داريشك ما تعيش ذاك باباش اك باباش لاباس خاص ني غاك ماما اش غاس دروس نتمنيا يخذ اخ يما حسن ياك ميمي تورا متدي كي دي تري مال الدار تكير مي غاناش ماشي ام بابا يتفوق خدام ياك مين داش تقي ماش وداش تي تكشا باباش مين زي خاش تعيش زي ماش كتا وطغي ما يكي ديش تقاي الماكلاس وجا داي مدرسة الشي دار روث عيس خاش كتا تستقي من التاد وخو غاس شمس كينا اش تحفظ سيدا بن شعر امين امين شكرا رخونش تمني غمين دام غيني تمني غاد عيش وحداني وحداني ذي هدا وحدي روقاني الوالدين وقت غاد عيش التاجر ما مشتني ذاك الوالدين اكل والده والد بوبري اكل والد باش ما تستخدمش مثلا ما يعني غاش لي اختيار يا ويا يا وك غاد عيش هذا عيش هو وحداني حسناي باش ما نقاش لي اختيار يعني لا والو وزو غاد عيش غنك بابا ناكل والده وزو غاد عيش وحداني باش عمر غاش تجي فين خذ الوالدين شنت وانجغدي لوقا اش تعيش غسنين كيف كيف باش ما تغاش لي اختيار خصها تخذ هذه الجن مثلا عندما غاينا غير خو اكيما المهم تاجا باش تاجا يما شتو باش تو غادي تخضر يما نو واخا واخا يما واخا يما شتو مساي يما شرب دات سيري تقاربك تازي بابا شمي غير خو مدم غاينا خو يما مدم غاينا ذور تسا كلشي مي ايوا تسع شهات طاسن مسائل كشي تما ريطات وهذا بك شي تما ريطات وقاموا وجبوه سيد سنعي الزن الطاس من دم غيني الخو
المهم نغرق تمارا المنطقي قامرا بقث مليح قث يعني كلشي مزيان لا عايش غير الوليد احسن هذا عاون غير الوليد ولكن بابا كيسقي مغ مليح باش عندنا شي خضا ما هو ما هو لا نورمال مشي مني غادي عايش غير كيما ديال الحال هذا اش ذا كيما ميمي ما زعما تقرب غاش كتازي بابا شي لا مشي سقانا مشي يما واحد مشي بابا واحد اثنين عايز نخف نودي شويه تكتا اني غبار وري هزي في كذا كيزنو مشكل لا لا ولكن عادي يعني كل جني تيري غاس ما باباش ميم ماشي جا مفضل لا اثنين اسمح لي شمي تخذا دي مش هي يمشي تجي تقارب غاش خذا غيما فور كي بابا قث مليح نورمال هذه خذا غيما معك ما عليكمش سقاني ما قت مليح بابا وتجي مليح هذا خذا غيما اصلا المنطقه مو يقابنا ما ديري متوازن يعني وني غادي تمني صافي دي غادي قضى حاجه نسنيت ايوا نقث مليح ايوا شني حفظها امين بارك الله فيك شكرا